القضاء التونسي عادل ومستقل. تذكروا عمر العبيدي؟ أكشاب مشجع النادي الإفريقي اللي توفى عام 2018، وقتها هو هارب من البوليس وطاح في الواد، والبوليس يشوف فيه يغرق، ياخي قال له تعلم عوم ومشى وخليه يموت. عاد الجمعة اللي فاتت تحكم على المتهمين في القضية ذي بعام حبس سرسي، يكهو فيه البركة عاد. تحبوا البوليسية زاد يشدوا الحبس على خاطر قتلوا مواطن؟ ما ولا باس، لكن في نفس الوقت نفس القضاء باش يوري روحو صارم وما يخليش الإجرام يتفاقم في البلاد، حكم على زوز مواطنين بالحبس بفضل حبيب الملايين المرسوم 54. أولهم فيصل العبيدي، مواطن تونسي كتب على الفيسبوك: حضروا رواحكم يلي تساندوا في قيس سعيد باش تتبرعوا بالفلوس لتمويل ميزانية الدولة، وتحكم عليه بعامين حبس. والثاني علاء الدين حرابي، شاب طالب كتب تدوينة على الفيسبوك ينتقد فيها في حال البلاد، هذا رصاتله في عام حبس. ما ولا باس تسبوا في الرئيس وتعبروا على رايكم، الحاصل كيما قالت سونيا الدهماني: هيل البلاد اللي كي تقتل فيها مواطن ما يصير لك شيء، اما كي تنتقد الرئيس ولا تعطي رايك تشد الحبس. عاش القضاء التونسي المستقل، عاش الامن الجمهوري، وعاش قيس سعيد.